السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم مجلة وصال. العديد من الناس لديهم مشاكل تتعلق بتحميل بعض البرامج أو عندما يقومون بتثبيتها وتنصيبها على جهازهم في نظام ويندوز، فتجد أنه يقول لك ليست هناك ملفات النت فريمورك. ملفات النت فريمورك تكون في نظام ويندوز ويتم تحميلها أو تثبيتها مع الويندوز، لكن هناك بعض الإصدارات من ويندوز وبالخصوص المكركة والتي تم اختراق السيستم الخاص بها لكي يتم توفيرها بالمجان للناس، وهي عادة ما نستخدم في حواسيبنا في العالم العربي. لذلك في هذا الفيديو سوف نتعرف على كيفية تحميل إضافة النت فريمورك من موقع مايكروسوفت، يعني الموقع الرسمي، لكي لا نتعرض لأي فيروسات أو أي شيء من هذا القبيل. أولا سوف تبحث عن تحميل نت فريمورك. أول نتيجة ستكون من موقع مايكروسوفت كما ترى www.microsoft.com، أو ستجدون رابط هذا الموقع أو هذه الإضافة في أسفل الفيديو بالوصف. ستضغطون عليها، سوف يدخل أو تدخلون إلى هذه الصفحة في موقع مايكروسوفت كما ترون. تقوم باختيار لغة الحاسوب أو لغة الموقع، الله أعلم هل هو موقع أو لغة الحاسوب الخاص بك، المهم ليس مهم. نضغط على تنزيل. كل ما في الأمر هو أنك تضغط على تنزيل، فلما يتم التحميل ننتظر قليلا. كما ترون انبثقت شاشة الانترنت داونلود مانجر لكي نقوم بتحميل هذا البرنامج. نضغط على ستارت داونلود. كما ترون إضافة خفيفة وصغيرة جدا. نضغط على اوبن، التشغيل كمسؤول، ثم نقوم بتثبيت البرنامج كما ترون هكذا. الآن يتم تثبيت البرنامج، ننتظر قليلا، سوف يتم تثبيت البرنامج، فهو يعني يجلب ملفات من الداتابيز أو قاعدة البيانات الخاصة بشركة مايكروسوفت إلى حاسوبك مباشرة. حين ينتهي هذا التثبيت سوف تجد بأن البرامج التي كانت لا تشتغل أصبحت تشتغل بإذن الله، وتستمتع باستخدامها على حاسوبك بدون أي مشاكل. كما ترون الآن تم تنصيب البرنامج، يقول لك دوت نت فريمورك فور الإصدار 4.5، تم يعني تنصيبه. نضغط على تيرميني أو فينيش، ثم يقول لك إعادة تشغيل الحاسوب الآن أو إعادة تشغيل مرة أخرى يعني في وقت لاحق. الآن بعدما تقوم بفتح أي برنامج كان لا يفتح ويطلب منك النت فريمورك، الآن سوف يشتغل معك إن شاء الله ولن تجد أي مشاكل. لذا لا تبخلوا علينا بمشاركة الفيديو مع أصدقائكم والضغط على زر الإعجاب لتشجيع الفيديو على للوصول إلى أكبر عدد من الناس، لكي يجد الناس حلول لمشاكلهم المتعلقة بويندوز. وكذلك أدعوكم للاشتراك في قناتنا مجلة الأسرار لكي تصلكم جديد فيديوهاتنا، مع الضغط على زر الجرس لكي تصلكم إشعارات بأي فيديو جديد. كان معكم سعيد، السلام عليكم ورحمة الله.